السلام عليكم اصدقاء ديالي، درتو لاباس عليكم. جيسبر نتوما كتشاهدوا هاد لا فيديو تكون ان شاء الله باحسن الاحوال، تكونوا بصحه جيده. المهم جيت نشارك معكم هاد العصير هذا ديال الفواكه، كيجي روعه، كيجي غزال. المهم عندي فيه ماشي زعما شي حاجه كومبليكي. عندي هنايا واحده ديال الكاكي، عندي جوج ليمونات، عندي جوج خيزويات. وباش غادي نحليه، غادي نحليه يعني بالتمر، التمر والزبيب. عندي التمر والزبيب باش ندير السكر، ندير التمر والزبيب باش يعني باش يعطي الذوق ديال الحلاوه. هذا ما كان المهم هنايا غادي ندير مي هاد الليمون، هادي هذاك حتى هو. غادي نقطع هاد الجزر بطريقة صغار بحال هكا، بحال هكدا. غادي نرمي التمر اللي حيتلو العظم هكا، وغادي نرمي الزبيب اللي من الفوق. كنسبقي حطيت واحد العصير ديجا فيه بالحق غير الفواكه الجافة ديال الزبيب، اللوز والتمر. ممكن درتو راه عندي في القناة ديالي، لكن هذا كنخلط معاه الفواكه. المهم وهنا كنزيد الماء، هذا الماء ديال القراعي، هذا ديال الكريستال. ندير قدرة الماء ممكن نطحن، المهم غادي نطحن ونرجع معاكم. المهم العصير ديالنا هو طحنتو كيفاش كيجي على هذا الشكل. هذا انتم كيفاش كيجي بحال شكل باناشي. المهم العصير ديالنا هو كي كيجي، هانتوما كيجي غزال بنين، وتشربوه بصحة وراحة إن شاء الله يا ربي. ومهم شكرا لكم، إلى فيديو آخر إن شاء الله.